احنا بنصلي ونصوم ونحج عشان ربنا يقبل منا وندعو الله ان ندخل الجنه، عشان نلحق الناس اللي في حياتها دلوقتي الاب والام موجودين، ونقول مناسبات. في ناس ما بتزورش الاب او الام، خلينا بنقول الام دلوقتي، الا في المناسبات. العلاقه بيني وبين امي، العلاقه بيني وبين ابي، مش اختصار اذا كان فيها هذه العلاقه الرائعه الجميله اللي اوصى بها سيدنا صلى الله عليه وسلم، اختصار للجنه. طبعا ده هو اقرب طريق الى الجنه، رعايه الام وصله الام، وان انت تكلم والدتك في التليفون على طول، وان انت تروح تزورها، وان انت تصلها، وان انت تشعرها انك سند لها، زي ما هي حمايه ليك، او يعني حنان ليك، انت حمايه ليها وسند لما تكبر. هي اقرب طريق الى الجنه هي الام. ليه اقرب طريق الى الجنه؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف اللي هيخشوا الجنه، هيخشوا بصفات الشده ولا هيخشوا بصفات الجمال؟ صفات الجمال. لصفات الجمال، يعني كلما كنت رحيما ستكون اقرب الى الجنه. عشان كده اقرب واحد مين للجنه؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان كل صفات الجمال فيه، واهمها وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. فكلما كنت متحققا بصفات الجمال، كلما كنت قريبا من الجنه، واقصر الطرق توصل الى صفات الجمال. الام فيها شويه صفات الجمال دول، فهي اقرب الطرق بالنسبه لابنائها، مش بالنسبه للناس كلها، بالنسبه لابنائها هي اقصر الطرق. ليه؟ لان صفات الجمال قلنا مع ابنائها، بس في ناس تانية صفات الجمال مع ابنائها وغير ابنائها بتبقى اعلى، لحد ما نوصل لسيدنا النبي صفات الجمال مع كل الخلق، لحد ما نوصل بقى للكمال الالهي، صفات الجمال بما يليق بجلال بجمال الله وبجلاله وبذاته مع الاكوان كلها. يبقى اقصر الطريق الام. ليه؟ عشان خاطر ان هي عدة امور. صفات الجمال بتاعتها هي اللي بتشوفها، هو انت بتسامحيني لما انا بغلط يا امي؟ يا سلام، ده انت كأنك واخده صفة من صفات الرب، كأنك ده هو لما بعصيه وبرتكب المعاصي حتى الكبائر، وارجع اقول له انا لجأت الى بابك لادخل الى رحابك، هل يطردني؟ لا، بيقبلني. انت نفس الحكاية، عملت معاكي وعقيتك وما سمعتش كلامك وبتاع، تيجي تبكي عندها، من قبل ما تبكي كمان هي تلاقي فتح الباب، مش بخبط، ادخل، واخد بال حضرتك؟ فهي هنا صفات الجمال حاجات كتير بتخلي ان الام هي اقرب الطرق الى الجنة، بصفات جمالها، بتحملها ورعاية ابنائها، بتحملهم من اول. احنا قلنا للسادة المشاهدين حتى، وكنت كتبت حاجة زي كده، ان ربنا عاوز يذكرك بامك دوما. إذا نسيت أمك فضع يدك على بطنك، ماشي؟ ليه؟ عشان تشعر بالحبل السري اللي كان موجود، وأول غذاء كان بيدخل لك من خلال أمك وأنت في بطنها. أنا باخد غذائها، غذائها بتاخد منها، غذائها حقيقي، بتاخد من غذاء الكالسيوم بتاعها، كل مكونات عظمها بيوجعها ساعتها في البتاع. ليه؟ أنت بتاخد من الكالسيوم بتاع العظام، والفيتامينات بتاخد من الفيتامينات، بس عن طريق الحبل السري. طب هو في علامة فيك تدل على أبيك الا الشبه والاسم؟ قال لك بقى انا هخلي علامه في جسمك بتدل على امك، وهي مكان الحبل السري اللي هو بيسموه السره. واخد بال حضرتك؟ يبقى ده كلما نسيت امك فدع يدك على بطنك، لتعلم العلاقه الحميميه التي كانت بينك وبينها، وكيف كان ياتيك الغذاء وانت في بطنها. يرزقك الله عز وجل من خلال امك. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، هنعمم العمليه دي بنسميها التجريد. يا اللي امك عايشه خلي بالك، ربنا هيرزقك برضو من خلال امك، زي الحبل السري. الحبل السري ما انقطعش، هو انقطع في الظاهر، بس العلامه موجوده اهي. وبعد كده حضرتك هي بابك الى الرزق وسعه الرزق. كلما اكرمت امك كلما اكرمك ربك، وكلما زدت صلتها كلما قربك الله سبحانه وتعالى. فاحنا هنا بنقول بقى ايه، ساب فيك علامه عشان تعرف امك اين هي منك.